الاجتماعيه والاسره بجنسيه قيمه يقال استغنى. بدايه كنشكروا موقع ديال مراكش الان على المواكبه ديالو وعلى يعني اللحظه ديالو وعلى العمل اللي كيقوم به. اليوم انعقدت دوره استثنائيه ديال مجلس الاقليمي يقال استغنى من اجل اعاده دراسه والتصويت على مشروع الميزانيه ديال 2023 اللي كان تم الرفض ديالها بالاغلبيه في الدوره السابقه في الدوره العاديه. هذاك الرفض اللي كنا بررناه بان الميزانيه يعني لا تعبر عن الطموحات ديالنا كمنتخبين، خصوصا في الظروف الحاليه اللي كيعانينا الاقليم ديال العطش وهذا، وبالاضافه الى تضخيم بعض المصاريف وايضا تضخيم بعض المداخيل. فطبقا للماده 178 القانون التنظيمي 112/14 اللي كتنص على انه يجب تدارس المقترحات للتعديل ديال الميزانيه من اجل تفادي يعني اسباب رفض الميزانيه في المرحله الاولى يعني في الدوره السابقه، الا انه بطبيعه الحال الرئيس يتمادى في خرقه لهذه الماده وفي خرقه للقوانين. بدايه هذا المشروع الميزانيه يعني في الدوره الاستثنائيه لم يتم عرضه على الجنه الماليه، لم يتم اجتماع اللجنة المالية، وهنا المادة 29 واضحة أنه المجلس يتخذ مقرر في بداية الدورة بدون مناقشة بالتداول أو عدم التداول في هذه النقطة، لأنه لم يقم بهذا الشيء، لم يعرض هذه النقطة على التصويت على التداول أو عدم التداول. في الخرق الثاني بالنسبة للمادة 178 كما ذكرت أنه يعني لما عرض على التصويت لا زال هناك نقاش، يعني ما كاينش هناك تصويت، عطى الكلمه لبعض الاعضاء منهم انا، ورغم ذلك تمت عمليه التصويت ديال يعني حنا ك 11 عضو صوتنا على المقترحات اللي جينا بها في قسم المداخيل. وللتنويه الراي العام هذه المقترحات نعطي منها واحد النبذه، فمثلا كمثال انه لقيناه يعني هو في المقترح ديالو في ديك لا روبريك ديال الارتيكل ديال داكشي ديال لا فيزيت تكنيك يعني ديال الفحص التقني، انه المداخيل المقبوله عن السنه اللي فاتت هي 150 مليون، وهو نقص منها 20 مليون اللي اقترح 2023. حنا تمسكنا انها تبقى 150 مليون، بطبيعه الحال هو رفض. هادو حنا الهدف ديالنا انه نوازنوا بها الميزانيه. ايضا كان عندنا عده مقترحات في المصاريف، للاسف انه الرئيس في الخرق الثالث ديالو هو انه مجرد انه صوتنا على المقترحات ديالنا ديال المداخيل رفع الجلسه بلا ما يدوز للمصاريف، وهذا خرق سافر حتى هو، بلا ما يدوز للمصاريف ولم يسمح لنا بمناقشه المقترحات ديالنا اللي اغلبيتها كانت الهدف ديالها هو يعني واحد التقويم، واحد يعني واحد الحكامه ديال هذه المصاريف. وعلى سبيل المثال فمثلا المصاريف المقترحه ديالو ديال الاطعام، حنا قلنا مادام هذه السنه يعني سنه جفاف تكون فيها زيرو، التنقلات ديال الاعضاء حتى هي علاش لي ما تكونش زيرو، حتى مشينا الاكثر انه التعويضات ديال التمثيل، قلنا علاش لي ما يساهموش الاعضاء يسمحوا في التعويضات ديال التمثيل ديالهم، لا لشيء باش نقدروا نحققوا واحد الفائض اللي نحققوا به اللي على الاقل اللي نلبيو به الحاجيات ديال الناس اللي كينتظرونا. وشكرا.